طبعا هاي الفعالية اليوم بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني راح يتم زراعة 20,000 شجرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تخليدا لذكرى الشهداء، شجرة زيتون باسم كل شهيد. اليوم الفعالية انطلقت في مدرسة الحاج اسحاق القواسمة في حارة الشيخ لشهداء مدينة الخليل اللي تقريبا عددهم 400 شهيد. تشاركت فيها شركاء المؤسسات، المحافظة، وزارة الزراعة، الحكم المحلي، التجمع الوطني لأسر الشهداء. شجرة الزيتون طبعا لأنه جذورها وأعماقها في الأرض وتتعرض له كما يتعرض الشعب الفلسطيني للإجراءات وللخلع وللقلع وللقتل. أنا والد الشهيدين دانيا وعدي إرشيد، عروس الحرام وشهيد الغضب. هذا اليوم يعني لنا الحياة، الأرض هي أصل أمنا وأبونا، والشهداء وجدوا في الأرض وانغرسوا في الأرض، فنحن هذا اليوم يعطينا عبارة عن تفاؤل بأن الأرض ستعود بإذن الله عز وجل، وهذا الشعب لن يقهر ولو تآمر عليه كل المؤامرات. ولكن نقول بدنا أولادنا لكي ندفنهم اللي في الثلاجات، عمالهم في الثلاجات لهم 5 سنين من 2015. يجب على العالم كله أن يعرف أنه هذا الاحتلال الصهيوني، هذا الاحتلال الصهيوني هو الفاشي وهو النازي، يجب عليه أنه يتحرك لأجل أبنائنا عمال الشهداء اللي في الثلاجات، وبدنا أولادنا، هو شعارنا، وسنظل على هذا الشعار لأجل إن شاء الله بإذن الله كي ندفنهم بكرامة كما كرمونا. والحمد لله رب العالمين إنه ربنا أكرمنا بالشهداء، إنه هذه بلاد وأرض لازم إنه تتضحى بالدم، بغير الدم ليس لنا أي تحرير ولا أي شيء.